ففي عام 2021 قدمت الهيئة أكثر من 300 دورة تدريبية، وذلك عبر أكاديمية تقييم وهي الذراع التدريبي للهيئة. استفاد من هذه الدورات أكثر من 7800 متدرب في مختلف فروع التقييم، في فرع العقار وفي فرع المنشآت الاقتصادية وفرع الآلات والمعدات وأضراب مركبات. وبشكل عام فقد قدمت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 1000 دورة تدريبية، استفاد من هذه الدورة أكثر من 30000 متدرب في مختلف فروع التقييم، وقد قيمت هذه الدورات في أكثر من 95 مدينة ومحافظة داخل المملكة. نعم سيد سعد، إذا ما حدثتنا يعني بإيجاز عن تطوير منظومة التحول الرقمي من خلال منصة قيم. أي نعم، بخصوص منصة قيم، منصة قيم هي مبادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومنصة لاستقبال طلبات التقييم. يتم من خلالها تقديم طلبات التقييم للأفراد أو المؤسسات أو الشركات الراغبين في خدمة التقييم، ويتم ربطهم في المنشآت المرخصة من الهيئة لممارسة مهنة التقييم. جميع المنشآت الموجودة في هذه المنصة هي مرخصة ومعتمدة من الهيئة. نعم. بإمكان أي شخص الدخول على هذه المنصة وطلب عملية التقييم، وسيتم استقبال العروض المقدمة من هذه المنشآت المرخصة، ويتم الدفع الإلكتروني، ويتم استلام أيضا التقرير الإلكتروني عبر هذه المنصة.